خليني بقى اتكلم مع حضراتكم على الماتشين الاخرين اللي فقد فيهم النادي الاهلي 5 نقاط، ورغم كده كان في اشاده كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي بلاعبتهم اللي اختاروهم من وجهه نظرهم طبعا ان هم يكونوا افضل 3 لاعبين. ماتش الجونه الحقيقه، ويمكن من الماتش ده انا شفت قد ايه انه كان هيكون في اجماع. في بعض الماتشات كده بيبقى فيه لعيب منور قوي، يعني ما يختلفش عليه 2، وفي اغلب اختيارات النادي الجماهير النادي الاهلي في الاستفتاء على اللاعبين دايما 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 صاحب اللاعب المركز رقم 1، اللاعب اللي بياخد مركز اول، بيبقى ما فيش عليه خلاف وبيبقى فارق شاسع بينه وبين الاصوات. ماتش الجونه فاز بيه اكرم توفيق، اللي الحقيقه الفتره الاخيره بيقدم مستوى اكتر من رائع، جوكر جديد بيكسبه النادي الاهلي، لاعب عنده اصرار كبير جدا، مستوى عالي جدا، قدره كبيره على انه يشغل او يلعب في اكتر من مركز، وبالتالي قدم مباراه اكتر من رائعه رغم انه النتيجه ما كانتش في صالح النادي الاهلي وانتهت المباراه بالتعادل. لكن الحقيقه الجونه، ماتش الجونه بيكسب فيه اكرم توفيق المركز رقم 1، بيجي وراه الصاروخ المالي اليو ديانج في المركز الثاني، وبيضيف على رصيده 2 نقطة، وليه واقفه مع ديانج لانه ديانج الحقيقه بيقدم مستويات اكتر من رائعه، الدبابه الماليه زي ما بيسميها جماهير النادي الاهلي، واحد من افضل اللاعبين المحترفين اللي بعتقد انهم جم في تاريخ النادي الاهلي على مدار تاريخه، مش بس في الفتره او في المرحله الحاليه. اما في المركز الثالث فجه ولثالث مباراه على التوالي الصاعد الواعد كوكا، احمد نبيل كوكا الحقيقه اللي قدم مستويات مميزه جدا في 3 مباريات، خلته ياخد ثقه جمهور النادي الاهلي ويديله المركز الثالث عشان يكون رصيده الاجمالي 3 نقاط رغم طبعا قله فتره مشاركته. نتمنى ان شاء الله لكوكا كل التوفيق والنجاح، ونتمنى انه يحافظ على ده، يعني اللي بيحصل ده بدايه مشوار يا احمد، ونتمنى انك تستغلها افضل استغلال ويكون ليك مكان ان شاء الله، عندك مقاومات لاعب ليه شخصيه النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله انه مسيرتك تكون مسيره ناجحه.